إيجاد المعلومة التي تبحث عنها على الإنترنت لم يكن دوماً بهذه السهولة، على الأقل ليس قبل ظهور جوجل. عام 94 التقى لاري بيج وسيرجي برين في جامعة ستانفورد، وكانا يطمحان لإنجاز ورقة بحثية ليحصلا على شهادة الدكتوراه. لم يحققا غايتهما، ولكن في المقابل ابتكرا تقنية تتمكن من تقدير أهمية المواقع الإلكترونية بحساب عدد وأهمية الروابط الملحقة بها. نجحا من خلالها في ابتكار محرك بحث يوصلك إلى كمية هائلة من المعلومات بضغطة زر. لم يتوقف طموحهما عند هذا الحد، فبعد أن طرحت جوجل للعامة عام 2004 توسعت الشركة بشكل كبير، فإلى جانب خدماتها التي نستخدمها يومياً استحوذت على العديد من شركات التقنية مثل أندرويد، يوتيوب، بوستون داينامكس، ناست وديب مايند، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 740 مليار دولار. فهل تتخيل العالم من دون جوجل؟